لاحظ كيف الإنسان يعني في الزمن الصعب الفتن كيف يستشعر وجود الله عظمة الله في قلبه؟ أي نعم، يقول كيف نستشعر وجود الله تبارك وتعالى؟ يقول أهل العلم في كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. الذي يريد أن يستشعر وجود الله تبارك وتعالى في نفسه، في شروق الشمس وغروبها، في مخلوقاته، وذلك جاء في الحديث وإن كان ضعيفا، لا تتفكروا في ذات الله وتفكروا في آلائه، يعني تفكروا في الآلاء، في مخلوقات الله تبارك وتعالى وصنائعه جل وعلا، كل هذه تدل على ذلك. وذاك الله تبارك وتعالى ما وصل المؤمن قالوا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الإنسان يتفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى، ويكثر من قراءة القرآن وقراءة السنة وحضور المحاضرات، وهذا كل هذه الأشياء تعينه على تذكر أن الله تبارك وتعالى موجود، وأنه يعني يحيي ويميت، وأنه بيده الخير، وأنه الرزاق، وغير ذلك من الأمور. والله المستعان.